أن نلقاه عبر الأثير. ليه أنا كنت مختاره يا أحمد؟ أنت عارفه ده هشام حبيبي يعني، عارفه إيه؟ هشام جمال شاب عنده 24 سنة، 24 سنة، منتج، ملحن، مطرب، مطرب، مؤلف، موزع، كل حاجة. الراجل ده قابلته وعنده 19 سنة مع بنتي بيعملوا عمل فني كده، فقال لي او كان بيحكي قدامنا طموحي ان انا يبقى عندي طيارتي الخاص، فاقل من 4 سنين هو ما جابهاش بس يقدر يشتريها بكره الصبح. ده حقيقي. واحد من اهم المنتجين، المنتجين لافه، لا لاند، نيلي وشريهان، و و و انت عارف. لا طبعا واخد بالك، انت عارف، لان لا انا هشام يعني هشام كمان من الاول اتقابلنا لا هشام ذكي جدا وموهوب بشكل مرعب، وعلى السن ده يعني انا مش بقلل طبعا، ده هشام منتج كبير جدا في السوق دلوقتي، معركه الانتاج دي عايزه تايكونات يا ده خمسينات واربعينات وخمسينات، ده الاربعينات ده بدون عايز صغير ازاي للاجيال الجديده اما تبقى فيها حته وفيها تفكير هو معانا موهبه حقيقيه وموهبه حقيقيه سامع يعني الكلام ينجح. سامع انا بحب اقدمه كانه كان موجودا الكلام اللي كنت هقدمه انا كان نفسي موجود والله اصلا هو كان كلمني وانا على الهوا فاتصلت بيه في الفاصل قال لي يا كابتن عدلي انا نفسي اجي مش قادر انزل من البيت عيانه فعلا هشام صديقي وابني وحبايبك هنا نبيل بيه عمر الصحفي الكبير وطبعا استاذ احمد فهمي حبيبك واتكلم انت بقى مساء الخير يا كابتن والله انا مش عارف اقول لك ايه والله العظيم على الكلام الفظيع ده مساء الخير على احمد اديب وعلى حبيبي يا اتش وعلى الاستاذ نبيل وانا متشكر قوي قوي يا كابتن مش علشان بتقول عليا كده دلوقتي بس عشان انا طول ما انا ماشي كل ما اشوف حد يقول لي كابتن عبد بيقول عليك كذا 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 انت ظاهره ده حقيقي اصل الظاهره اللي فيك انا قعدت جنبك واحنا بنعمل الفيلم ايام الانتخابات للكابتن محمود وبنمنتج وبنسجل جزء من تاريخ الاهلي اللي انت هتفاجئ بيه الناس باذن الله. انا قعدت جنبك وشفتك ازاي بتقيم شخصيه كل واحد بتتعامل معاه بعد 5 دقايق او ربع ساعه. تيجي تقول لي ده هيعمل كذا 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 مش سهل هشام خالص مش سهل هو واحنا بنحط الليسته قال لي ده هيعمل كذا 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 وده هيعمل كذا 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 ربنا يخليك يا كابتن والله يعني تقول لي ايه بقى؟ انا 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 اللي والله العظيم بجد بقول لك شكرا على الكلام ده وعلى الكلام اللي قبله وعلى الكلام اللي حضرتك قلته قبل كده ويوم الانتخابات وكل كل اللي حضرتك بتعمله لان لما حد زي حضرتك يقول قامت حضرتك وخبره حضرتك في الحياه وفي كل المجالات اللي حضرتك اشتغلت فيها رياضيا واعلاميا وتسويقيا وكل الحاجات اللي حضرتك اشتغلت فيها يقول لي الكلام ده او يقول عني الكلام ده فوالله انا فعلا مبسوط بحضرتك. طب انا هقول لك حاجه بقى هقول لك صادقا لو كنت شفتك من زمان كانت حياتي اتغيرت ازاي بقى؟ مش حبا لكن لما كنت لو انا في سنك وعصرتك كنت هغير منك وحاول نفسك انا ما فكرتش اعمل اللي انت بتعمله ده خالص انا حبيت الاهلي وفضلت وهو كمان الفكره ان هشام بيعمل كذا لا حاجه بس أنا وده صعب جدا ده من حظ بس هو مكرس مكرر يعني ديفوتد هيم سيلف تو هيز ورك ده مهم جدا لا يعني بص يا هشام يجمعنا كلنا هذا الثلاثي وحضرتك الحب الجم للنادي الاهلي طبعا والحب الايجابي اللي فيه تفكير كيف نخدم النادي الاهلي يعني احنا قاعدين افكار غزيره تنطلق من استاذ نبيل عمر الكاتب العظيم وصديقك وصديقي احمد فهمي وانت ايام الانتخابات كان كل همك كيف نقدم الكابتن محمود الخطيب كما ينبغي ايوه هو كان سايب الشغل فعلا يعني كان في حاجات بنتكلم ده حقيقي اللي الساعه عنده بكذا ايوه ده حقيقي والصبح بالليل قاعد بيخلق وحاجات كانت مهمه جدا هشام مختفي وبعدين انا بقول يعني الكلام ده يمكن مره او مره اقوله صعب جدا في شغلانتنا دي ان انت تركز في كل الحاجات دي مع بعض وتنجح في كل الحاجات مع بعض يعني مش عايزين نحسده بس يعني بس هشام في الاخر شخص ذكي جدا وموهوب جدا والله مش بقول كده عشان عليه. يعني لا الفلوس يضحك على مين ده لا, لا 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 يعني ده مجال اللي ياخد فيه حقه فيه صح ولا غلط يبقى قبضاي صعب هذا القبضاي لما تشوفه طول كده
يعني طولي او اطول سنه. موهبته هي اللي فرض ده ذكائه. موهبه وذكاء لان انا محتاجك طول الوقت. طول ما انا محتاجك قول لي يا هشام عشان احنا جايبينك انت اللي تتكلم الصراحه. انا طبعا يعني احب اقعد اسمع الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده، بس يعني تمام لو عايز اتكلم تعال اتفضل اتكلم بقى. قول لنا بعد الكواليس كده عن الفتره اللي فاتت. انا قبل ما اسالك السؤال اللي انا مجهزه ليك. تمام. انا طبعا زي ما حضرتك بتقول، زي ما احمد بيقول، انا فعلا ما كانش بقى لنا شهر، احنا كان بقى لنا فعلا شهر 8 شغالين. يعني انا اول قعده على مع كابتن الخطيب كانت في شهر 8، قعدنا نبدا نبلان لكل حاجه هنعمل ايه، وبعدين نفكر مع بعض وكذا كذا كذا، لحد لما فعلا الوقت الاخراني ده انا فعلا ما كنتش عارف. ما هو انا ما حضرتش غير الشهر الاخراني بقى. لا ازاي حضرتك كنت موجود من بدري خالص. بس صورة احنا فعلا الشويه الاخرانيين اللي كان فيهم الشغل بقى اللي هو يلا نشتغل على الكامبين، هم دول اللي فعلا انا ما بقتش عارف اعمل حاجه تاني في حياتي. وبدا الموضوع يبان ان هو محتاج تركيز، لان في حاجات كتير لقيناها بتحصل في الطريق غير الطبيعي. بس في كام شهاده انا عايز اقولهم بالحق، عشان دي حاجه انا حضرتها وانا اتعلمت وانا ماشي في الطريق. انا اكثر الحاجات اللي استفدتها في الانتخابات دي ان انا عرفت يعني ايه لعبه الهجومات، يعني ايه ان انت تبقى فاكر نفسك بقيت شاطر وبقيت كبير وبقيت بتعمل حاجات، وتيجي تكتشف عالم تاني خالص اللي هو عالم ناس بتشتغل بشرف زي كابتن محمود الخطيب وكل الناس اللي هو خلاهم يشتغلوا بالطريقه دي، والناس اللي كلها بقت بتروح له بالسبب ده، وتشوف انه في ناس تانيه بتشتغل برضه بشرف، وفي ناس بتشتغل باللي يكسبهم وخلاص، او بيلعبوا بالطريقه اللي تكسبهم وخلاص. اقسم بالله اللي حصل من اول يوم انا بدات اشتغل مع الراجل ده على الكامبين، انه لو كان في حد بيفكر يخش يقول اسم حد من الجبهه المضاده بطريقه مش مناسبه، او يتكلم بطريقه مش مناسبه، كابتن محمود الخطيب اللي انت بتشوفه هادي ولطيف ده كان بيتحول في ثانيه يقول لهم انت بتتكلم على كذا، ده في اللحظه دي ده منصب في النادي الاهلي تتكلم عليه كويس. ما شفتش ناس بتخش تقول يا كابتن انتوا بتعملوا كذا، احنا لازم نعمل كذا. يرد يقول لهم انا مش هخش ومش هخلي حد يشدني في الاسلوب ده، فاحنا نمشي زي ما احنا ماشيين، نمشي مظبوطين، نكمل في طريقنا مظبوطين، وما تخلوش حد يشدكم يضيع لكم مجهودكم، انكم تبداوا تحاولوا توقعوا تشتغلوا على ان انتوا تنجحوا، انتوا مالكوش دعوه بالطريقه دي في التعامل او في اداره الانتخابات. اول حاجه عايز اقولها عن كابتن محمود، انا مش هقعد اقول انا بحبه وانا بعمل وانا كذا وانا كذا، انا كل اللي اقدر اقوله لك ان انا فعلا اتاكدت انه ده راجل محترم ازاي، وراجل يستحق انه فعلا الواحد يتعامل فيه ويبقى في ظهره، عشان هو ده اللي فعلا النادي محتاجه وموجود النهارده. واتاكدت فعلا انه واتاكدت فعلا من حضرتك اول واحد انه النادي الاهلي اللي انا كنت بقول دايما لكابتن محمود الخطيب كل شويه ايه واحنا شغالين، انه يا كابتن لو 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 الاهلي ده نادي مبادئ وقيم شعارات زي ما بيقولوا، يبقى المفروض يحصل كذا كذا كذا، صح؟ فيقول لي طبعا، فلاقي انه ده اللي بيحصل. اقول له لو 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 كابتن عادل بتاعي ده بيحب النادي صح ومش بتاع شعارات بيقول شعارات، يبقى المفروض ان هو ما يهموش اي حاجه، وهنلاقيك بلاقي حضرتك بتطلع تقول الحق، ما بيهمكش انه حضرتك في قناه النادي او ان انت موظف فين او كذا او كذا او كذا، وطبعا انت اكبر من ده. بس انا قصدي في الاخر انه اتاكدت خلال الوقت انه فكره نادي المبادئ والقيم اللي الناس بتهزر عليها ساعات او بتضايق ناس ساعات من كتر ما هي بتتقال كتير، لا هي مش كلام وهي مش شعارات والله، وفي ناس كتير جدا 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 شغالين بيها، واكيد في ناس بتاخدها وتحاول تتشطق بيها زي ما بيتقال، او يعملوا ان هم ان دي يعني ستاره وهم جواهم حاجه غير. لكن الناس اللي انا كنت شغال معاها والراجل ده اللي اسمه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حاليا، هو اول واكثر واحد شغال بيها. فده اللي انا ما هو الناس اللي في الاهلي جوانيين مش برانيين، يعني لا يدعوا، يعني هم بيبقوا عايشين حالة النادي الأهلي اللي ناس كتير مش قادرة تدرك بساطة كلمة قيم ومبادئ وتقاليد الأهلي، هي دي بتلخص كل حاجة. بص أنا عايز أسألك سؤال وهتجاوبني عليه بسرعة، يعني أنت خلال الفترة اللي كرست نفسك وتفرغت الأهلي، ما لقيتش النادي الأهلي ده فيه حالات درامية تستحق إنها تعمل إنتاج هايل لبعض رموزه لبعض مواقفه حقبة من تاريخه
ما فيش حاجه كده. بص يا كابتن وحضرتك اكيد عندك المعلومه، احنا من اول ما ابتدينا كان 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 في فكره ان احنا عايزين نعمل زي من لفظ حضرتك كتالوج النادي الاهلي اللي كل الناس بتقول ايه هو ايه هي يعني قيم ومبادئ الاهلي او بيقول لك ايه هو كذا. كان عندنا فكره من الاول خالص انه عايزين نقول بقى كلمه كتالوج الاهلي اللي قالها عبد الفتاح يوم احنا عايزين نحطها في فيلم، فعايزين نعمل فيلم وثائقي بتتكلم فيه رموز النادي والناس اللي فعلا ما خلفتش القيم والمبادئ وفعلا خدمت النادي وفعلا بتحب النادي ده، نجيبهم يتكلموا عن ليه النادي الاهلي حاجه مميزه وليه النادي الاهلي طول عمره هو رقم واحد وليه النادي الاهلي هو نادي المبادئ والقيم. فاشتغلنا خلال الكامبين اتعملت الحمله بتاعه الانتخابات على ان احنا كمان نصور فيلم كان هينزل كده كده ايا كانت النتيجه، فيلم جواه تاريخ النادي الاهلي من يوم ما اتبنى من 1907 لما كان شكله عامل ازاي وازاي كبر بتعاقب المجالس ووصل للطبقه فيه النهارده الحمد لله. فبنتكلم على تاريخه بلون الفانيلا ليه؟ لونها احمر ليه النس؟ طب تطور اللوجو ايه؟ بكل المواقف اللي حصلت في الفتره دي من 1907 لحد لما صورنا 2017. بعد كده بنتكلم على ايه النادي المبادئ والقيم وبنسال الناس ليه النادي الاهلي مميز وبتعرف تفهم في حاجات انا اتصدمت لما عرفتها زي انه قيم بتتحط فعلا في الاولاد، يعني ايه تبقى نمره واحد وازاي لما بتاخد نمره اثنين ما تاخدش مكافاه، لما تاخد نمره واحد يبقى انت كده كسبت، لو خدت نمره اثنين انت كده ما عملتش حاجه في البطوله، يعني ايه رئيس نادي يروح يقعد يتفرج على تمارين الناشئين عشان يديهم حافز انه ده رئيس النادي بيجي لنا يتفرج علينا عشان يعملوا اقسام عندهم مش بس يبقوا بيدوروا على ان هم يكسبوا، لا ده يعني ده يعني انا هشوف اليوم ده ولا مش هشوفه؟ هتشوف اليوم ده وبعدين حضرتك اكتر واحد موجود في اليوم ده. لا انا اتمنى والله ان هذا العمل واعمال اخرى في افكار واحمد اهو ايده في ايدنا كمان طبعا ونبيل بيه طبعا بابداعاته يقدر وقراءته للتاريخ نقدر نتعاون نعمل عمل نستغل فيه عبقريه ان شاء الله. انا بس بقول لك باذن الله ده يعني وعد انه باذن الله هيكون بهذا الوعد نشكرك ومش عايزين نرهقك عارفينك تعبان. كلمه اخيره على كابتن اتفضل يا حبيبي على كابتن عدلي والاحمد، بس عايز اقول ان احمد سلمى في ناس كتير اهلاويه كلمتهم وطلبت منهم يكونوا موجودين معانا في الكامبين وكنت موضح انه احنا بنتكلم دايما عن الاهلي، اغنيه الحمله كانت اسمها نادي المبادئ ما فيهاش كلمه محمود الخطيب، بتكلم على الاهلي بناء على طلبه وبناء على اقتناع تام من نفس الكلام في الكامبين كنا بنتكلم عن الاهلي. ففهم ده انا راجل طبعا احنا اصحاب وباذن الله طبعا بينا شو، بس اقسم بالله برضه مش كلام، بس الراجل ده انا رفعت عليه التليفون قلت له يا فهمي انا بصور بكره في الكامبين بتاعه النادي الاهلي عشان الكابتن الخطيب، فقال لي انت بتصور الساعه كام؟ وجه قعد وقال لي لو محتاجني اقعد مع حد عشان الناس كانت بتتاخر اقعد مع حد اتكلم معاه لحد ما انت تخلص تصوير جوه انا موجود، يعني الراجل بس ايه ده. انا اللي بشكرك يا هشام والله، انا بشكرك انا اللي بشكرك ان انت هو قعد معايا انا على فكره. لا والله انا بشكره هو، يعني ده هو اللي ان هو يعني انا اقول لك حاجه وده الشيء اللي اتكرر النهارده، بس انا بشكر هشام فعلا على الكامبين دي وعلى ان هو إيه؟ يعني الواحد الحمد لله احنا بنعمل افلام وهو الراجل مكسر الدنيا بس حاجه للنادي الاهلي دي ان هو يديني فرصه فيها ده انا بشكره جدا والله. بيصرف ما بياخدش. ايوه ده حقيقي. هشام اشكرك وصحتك وسلامتك. انا متشكر وانا متاسف والله يا كابتن ان انا والله العظيم كنت عامل الجايات باذن الله جايات بس انا فعلا مش قادر اقوم والله من السرير يعني. لا سلامتك. انا اسف حتى والله. لا هنتعبك يا هشام. متاسف وطبعا بمسي على استاذ نبيل معاكم عشان مساء الفل مفيش وقت مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. وباذن الله ربنا يكرم ان شاء الله حضرتك يا كابتن عدلي وبجد متشكر جدا جدا على اللي حضرتك بتعمله للنادي اكيد وزي اي حد اهلاوي بيشكر حضرتك وعلى الكلام اللي بتقوله عليا بجد متشكر قوي. اشكرك جدا ونشكر النادي الاهلي اللي بيحتوينا جميعا. طبعا انا كان نموذج كنت عايز اقدمه كراجل اهلاوي شاب صغير ممكن يكون ملهم او حافز لناس كتير جدا انها تصدق حلمها. طبعا ومش شرط انت لو انت بتحلم وتصدق حلمك ده هو ده النجاح. هو راجل شغال نجاح حقيقي وده انتماء راجل ناجح وعنده شغل كتير وما شاء الله الله اكبر كذا مجال مش عايزين نحسده بس ده يعلمك ان انت لو عندك انتماء لحاجه تسيب كل ده وروح حلمك وتعرف وراح ده حقيقي. ونطلع فاصل عشان نتكلم
ونكمل كلامنا عن ماتش بكره شويه بقى وبعد الكلام التاني يعني. فاصل.